مرحبا بحضراتكم مره ثانيه، ونكمل بقى اخبارنا. امبارح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه افتتح ملاعب شركه النجيل الصناعي المملوكه للوزاره ووزاره الانتاج الحربي. طبعا مصنع النجيل الصناعي ده بيدعم ودور الرياضه في الاقتصاد المصري لما يشهده من حجم استثمارات تجاوزت هنا ال 100 مليون جنيه. كمان الدوله بتسعى الى الاكتفاء بالانتاج المحلي للنجيل الصناعي وكمان وجود شركات للصيانه. خلال الافتتاح اقيمت مباراه كره قدم استعراضيه شارك فيها وزير الشباب والرياضه على هامش الافتتاح وجولته التفقديه. تعالوا كده نشوف لقطات من المباراه ونرجع نكمل. طب دي كانت المباراة، تعالوا بقى نشوف تصريحات وزير الشباب والرياضة عن الحدث ونرجع نكمل. شركة النجيل الصناعي تابعة لوزارة الشباب والرياضة ووزارة الإنتاج الحربي. مفهوم جديد مصري إن إحنا كهيئات حكومية بندخل في استثمارات إحنا محتاجينها في مصر. فصناعة النجيل الصناعي زي ما بيقولوا هنا عاصمة النجيل الصناعي كابتكس، يعني حكومي، تكنولوجيا ألمانية تماما. إحنا استهلاكنا كوزارة الشباب والرياضة كبير جدا. تم التفكير ان احنا استهلاكنا ده يكون من خلال الصناعه المحليه. في الحقيقه بذلنا جهد كبير جدا مع الشركاء الالمان ان احنا نعمل نحوكم العقد زي ما بيقولوا علشان نوصل لمنتج محلي مصنوع بشكل كبير جدا بالتكنولوجي الالماني، لكن يكون سعر منافس سواء لاستخدامنا كوزاره الشباب والرياضه في اكمال مشروع قومي للملاعب او للسوق، وكمان نخرج بره مصر بتجربه جديده. النهارده في الحقيقه يعني يعتبر شكل افتتاح رسمي وعملي للمصنع مع طبعا وزاره الانتاج الحربي، احنا موجودين في المصنع. اتعمل الملعب ده علشان يقول احنا نقدر نصنع بهذا الشكل ونجود منتجنا بشكل كبير. النهارده طبعا كان الفريق الاخر معالي وزير الانتاج الحربي، كنت انا فريق وهو فريق بس جاله التزام يعني، لكن لعبنا ماتش جامد قوي، ويعني ما اعرفش النتيجه خلصت كام، انا مشيت قبل ما يخلص الماتش. طب انا كده كويس يعني، انا كده مبسوط انا يعني. فيعني انا عايز ااكد بس ان احنا كمصر هو كاداء حكومي مبسوطين جدا لمنتجنا، ده دعايه وطنيه لمصر يعني. كمان ده ان شاء الله احنا كمان تقابلنا يمكن مع معالي وزير الاسكان ان احنا جزء كبير كمان في العاصمه الاداريه او في المجتمعات العمرانيه الجديده هيغطيها المصنع سواء من اللاندسكيبنج او الفيفا ابروفد. فيفا ابروفد يعني هو ابروفد من فيفا انه يكون ملعب كوره، ملاعب كوره بشكل مختلف. وكمان يمكن النهارده حصل ان في لونين للملعب، وده كان جديد بناء على طلب مراكز الشباب والناس اللي في الاقاليم، فايضا تم تجويد المنتج يعني. المصنع شراكه ما بين وزاره الشباب والرياضه والانتاج الحربي
وشركة المقص سبورت وشراكة صغيرة جدا قطاع خاص مع الألمان. احنا واخدين الحق دوت. احنا والإنتاج الحربي الجزء الحكومي اللي هيفيد ازاي؟ هيفيد ان هو خلى المنتج محلي مصري ميد ان ايجيبت. احنا في لا داعي لذكر الاسامي، لكن في منتجات تانية غزت السوق المصري فترة طويلة. احنا وصلنا لجودة اعلى لان هي جودة المانية، لكن سعر اقل من الاسعار الاخرى اللي هي قد تكون اقل جودة. هنفيد ازاي؟ احنا غطينا المرحلة السابعة دلوقتي، المشروع القومي لمراكز الشباب والملاعب المفتوحة. بنغطي باقي المرحلة الثامنة. احنا عندنا ما يربع 5000 مركز شباب، فبالتالي احنا لسه في 3000 مركز شباب، يعني حاجة زي كده. الإكمال الباقي هيكون من خلال منتجاتنا بشكل صريح. يعني احنا وزارة الشباب والرياضة عملنا كمان شركة صيانة على اعتبار اللي يتبني بيتم التوقيع صيانته علشان نحافظ أكبر قدر ممكن أو أكبر قدر ممكن. أنا طبعا بشكركم تاني لأن كنتوا يعني بتوروا المجتمع المحلي إن في منتج مصري موجود made in Egypt أفضل وأجود، سواء على مستوى اللاندسكيبينج أو على مستوى الفيفا أبروفد أرتفيشال جراس اللي هو النجيل الصناعي أرضيات الملاعب. يعني